البيت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا علوان ذكرى كل جنان بالروح بالجسد هب فتاك لب بنداك في دمي وفي دمي هوى كتر نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بالشعر الله الوطن الملك. أنا اسمي ياسر الخوخي وكنقرا في ابتدائي الثاني وعمري 7 سنين. انا مني باغي نكبر ونقرا خصني نولي مع رجال الشرطه حيت رجال الامن كينظموا حركه المرور وكيساعدوا الناس اللي كبار في السن وكيقبضوا على المجرمين وكيحميوا الوطن. جاب لي بابا مني كنت انا صغير كانت عندي 3 سنين وبديت كنكبر في الارج ديالو بابا بدا كيبدل لي اللباسي كنلبس وكنبدا ننظم حركة المرور كنقطع الناس اللي كبار في السن وكنشد لهم طاكسي الناس اللي كبار في السن وكنخرج كنقلب شفارة كنقلب اي واحد. الناس اللي كيطلعوا معايا في الزنقة كيحترموني وما كيردوش كلام وكيحترموني بزاف وكيستقبلوني